أنتقل مباشرة بالحديث للدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق. ودكتور زياد، طبعا نحن نعمل جاهدين على جذب المزيد من الاستثمارات. حضرتك في عدة لقاءات أشرت إلى ضرورة تعظيم الاستثمارات وزيادتها من كل المصادر. برأيك كيف يمكن أن نحقق ذلك وأن نطور قانون الاستثمار؟ شكرا جزيلا، وبشكر أولا على هذه الدعوة الكريمة لعقد المؤتمر ولدعوتي إلى المشاركة فيها، وهو موضوع في غاية الأهمية المؤتمر عموما، وأتصور أنه بداية جيدة لحوار اقتصادي ممتد ولا يتوقف فقط عند هذه الأيام الثلاثة. اسمحوا لي لضيق الوقت أنه أدخل في التعليق الخاص بي مباشرة، وهو عن قضية الاستثمار وليس فقط قانون الاستثمار، لأنه أتصور أنه أحد الأركان الرئيسية لما تحب الحكومة أن تحققه من هذا الملتقى، أن تخرج بتصور من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في مختلف المجالات عما يمكن عمله لزيادة معدلات الاستثمار الخاص. وباختصار شديد، فإن الاستثمار، تشجيع الاستثمار في تقديري، يتوقف على كلمة واحدة وهي اليقين. كلما كان المستثمر أمامه قدر أكبر من الدقة واليقين والاطمئنان إلى أن النظم والمعلومات والأوضاع التي يتعامل بها في البلد لن تتغير كثيرا، فهذا هو ما يمنحه الثقة ويدعوه أو يدعوها إلى المزيد من الاستثمار. اليقين هنا طبعا مفهوم واسع جدا ويتسع لكثير من الأشياء. لا شك أن الاستقرار الأمني في البلد، وقد تعرضنا في صباح اليوم في كلمة معالي رئيس الوزراء وفي كلمة فخامة رئيس الجمهورية للتحديات الإرهابية التي مرت بها البلاد، فلا شك أن الاستقرار الأمني أحد الأركان الرئيسية لهذا اليقين. وأضيف إلى ذلك عنصراً آخراً أتصور أنهما أيضاً من أهم عوامل اليقين للمستثمر. الأول بالتأكيد هو وجود بنية تحتية جيدة، وما تم استثماره خاصة في الطرق والكباري والمخازن والصوامع والمواني والمطارات والسكك الحديدية، كل هذه عناصر بالتأكيد تساعد على إيجاد مناخ الاستثمار السليم. ثم العنصر الثاني الذي أتطرق إليه أيضاً فيما تحقق أو في سبيله أن يتحقق، وأقصد بذلك وثيقة ملكية الدولة التي تسعى لفك غموض أو شكوى متكررة من جانب القطاع الاستثماري من عدم وضوح أو اتساع دور الدولة في النشاط الاقتصادي. وأحب أقول أنه أنا شخصياً هنا لست من أنصار ولا من الدعاة خروج الدولة من النشاط الاقتصادي. لا أظن أن الخروج الكامل مطلب حقيقي ولا واقعي ولا حتى مفيد، لأن على الدولة أن تستمر في القيام بأنشطة وأدوار معينة في النشاط الاقتصادي، ولكن يلزم أن تكون معروفة للقطاع الاستثماري وأن يكون لها ضوابط وحدود وآليات يمكن التعامل معها. وأظن أن احنا هنسمع في خلال الأيام هذا المؤتمر تحديداً عما قالت عليه وثيقة ملكية الدولة، وهناك تطلع شديد لأنها تحل هذه الإشكالية، خصوصاً إذا صاحب صدورها إفصاح مستمر عن كيف تتطور بها الأمور وكيف يمكن متابعتها إلى آخره. دكتور زياد، عفوا على المقاطعة، ولكن هل هناك نسبة مثلى لمشاركة الدولة في القطاعات الاستثمارية، طبعا استنادا للتجارب الدولية فيما يخص هذا الشأن؟ أنا الحقيقة ما باخدش بفكرة النسب، وأظن أن حتى الوثيقة حينما جاءت بأرقام معينة كانت للدلالة أو لبيان ما سيتم التطور إليه، لكن لا أظن أن الأرقام في حد ذاتها هي الهامة، إلا كمؤشر يمكن من خلالنا متابعة ما يجري من خلاله، لكن المسألة تتوقف على اعتبارات أكثر بكثير وعلى الدور اللي الدولة تختاره. أنا كده ذكرت ما أتصور أنه جوانب إيجابية
بلمسها في الحديث عن الاستثمار. دعيني أتطرق بعد ذلك وعشان أكون أيضاً مقتضب في الكلام إلى مقترحات محددة جداً أتصور إنها ممكن تساعد في تحسين مناخ الاستثمار الخاص. وحقول خمس أفكار مختصرة جداً. الفكرة الأولى أننا نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمار من مستثمرين جدد سواء من خارج البلاد أو من داخلها، وهي فكرة هامة جداً وده واجبنا وواجب الدولة والجهات المعنية. لكن الأكثر سهولة والأكثر إلحاحاً هو الاستجابة إلى طلبات المستثمرين المقدمة بالفعل. يعني بدل ما أسعى لإقناع شخص معين بجودة المناخ في مصر وبأن هناك مزايا وهناك حوافز وهناك مكسب اقتصادي، نحن أمام مجموعة من الأشخاص كثيرة العدد قدمت بالفعل طلبات سواء للحصول على أرض أو لبناء مجتمع عمراني أو حتى لزيادة دور في مصنع أو لإزادة مخزن إضافي. هذه الطلبات تعبر عن ناس ليست بحاجة لإقناع وإنما جاهزة لمجرد الاستجابة لطلباتها، وأتصور أن هذه أسهل ما يمكن تحقيقه وأهم ما يمكن تحقيقه في تغيير رؤية الناس لمناخ الاستثمار. النقطة الثانية هي دعوة، وهي دعوة صعبة، وأنا كنت في الدولة لفترة طويلة وعارف صعوبة هذا الأمر، لكن هي دعوة لاحترام القرارات الإدارية التي تصدر أياً كانت، لأنه أكثر ما يزعج المستثمر هو أن يحصل على موافقة ما ثم يجد أنها بعد فترة من الوقت غير مفعلة أو معطلة لأي سبب. أنا عايز أقول حتى لو بعض هذه القرارات لم تكن صادرة صدوراً، مش بتكلم طبعاً على أوضاع فاسدة، بتكلم على عيب مثلاً إجرائي أو حاجة غير مطابقة بالشكل الكافي، يعني الحصول على ثقة المستثمرين في إن ما تعد به الدولة سيجري تنفيذه على كل مستويات الجهاز الإداري مسألة مهمة جداً. المقترح الثالث يتعلق بالضرائب، أو ليس بالضرائب الحقيقة، بمكمل الضرائب اللي أنا بحب أسميه مكمل الضرائب. إحنا في مصر لدينا نظام ضريبي، أنا شخصياً وبعض المستثمرين ما بيحبوش هذا التعليق، بعتقد أنه أسعار الضرائب في مصر ليست مرتفعة بصفة خاصة، سواء ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة أو القيمة العقارية، وبعض الضرائب إحنا معفيين منها من مصر بالكامل مقارنة بالعالم، زي ضريبة التركات اللي اتلغت من سنوات طويلة. إذن لا أتصور أن سعر الضريبة في حد ذاته هو المرتفع. الذي يقلق المستثمرين هو الرسوم، هو بند الرسوم والمدفوعات اللي بتبقى غير مقدرة تماماً وغير محسوب حسابها من بداية السنة المالية، وتفاجئ المستثمر في حياته اليومية، سواء رسوم في تصاريح إضافية، في الحصول على شيء معين، في حتى نقل بضائع، في يعني إلى آخر الرسوم التي تأتي من جانب المحافظات والهيئات والمحليات إلى آخره.